معكم عزيز مونجي واسعد الله ايامكم بكل خير. هتكلم عن هل انت عايز تخس وعايز تحرق دهون وعايز تضبط جسمك كله؟ الحل واحد، القري تمشي وتجري. عندك دهون هنا، عندك دهون هنا، دهون في كل حتة. تجري كل يوم لمدة ساعة لمدة شهر، هتلاقي نفسك اتحسنت وخسيت. ولو عايز تلعب لياقة العب، بس الأفضل تجري كل يوم. أنا لو مدرب رياضة، لو مدرب لياقة، هقول لك اجري كل يوم لمدة ساعة، هتلاقي كل الدهون دي راحت. وأنا كمحب رياضة بقول لكم اجري لو عندك دهون، وتعمل لك شوية ترجيم أكل وأكل صحي وبس، وتبعد عن السكريات وعن كل حاجة، كل شوكولاتة بس بدون سكر، وبس اشرب شاي وبدون سكر. وشكرا لكم. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات حلوة، ورمضان أحلى مع رياضة. اعملوا لايكات وتعليقات حلوة وتفعيل الجرس واشتركوا. وشكرا لكم.